دكتور رامي محضر لنا بص يا باشا حضرتك طبعا كتيره جدا. انا مبسوط طبعا ان انا معاكم اكيد و انت بنورنا كل حلقه. الله يخليك يا رب. بس يا باشا هو انا يعني للاسف انت هتبسطي قوي النهارده. انا هحتاج لك قريبا في القريب العاجل يعني. بصي هو غالبا زي دعاء كنا بنتكلم قبل كمان الحلقه ومعظم الفريقين كانوا بيزعلوا مني بس انت النهارده هتبسطي وانا ما كنتش متخيل هيبقى كده بس هتبسطي قوي. ليه بقى؟ ان احنا يعني اللي احنا بنعمله معانا دايما في الحلقه وفي الفقره بتاعتنا انا والمرايه بنقعد دايما ايه بنقيم الملامح وبنشوف السن الظاهري وقد ايه هنبقى لسه قدام وايه اللي ممكن تتشط تتعمل ليكي بلمسات تجميليه معينه تظهر الجمال اكتر وتداري حاجات. اكتر حاجه بتزعل مننا الضيوف بالظبط العمر الحالي سنه قد ايه. احنا ملناش دعوه بالسن في البطاقه صح. احنا بنحط الصوره بنحلل الملامح. دكتور رامي بيحلل بالزبط. الملامح وبيشوف بالزبط. العمر بقى قد ايه. شوفي جاهزه؟ طب ورينا. انا متحمسه جدا الجمهور يشوفوا معانا. طيب اول حاجه لوسي هيظهر معانا دلوقتي صورتها بالسن المعلن دلوقتي الظاهري 32 سنه بجد. والله العظيم ده اللي ظاهر ده مش يعني ده السيستم بتاع الملامح هو ده اللي طلع فعليا يعني مش انا اللي عامل له اديتنج يعني ولا اي حاجه. مع ان الصوره شكلها يعني عارفه فيها شويه طول اليوم بنصور ومجهدين وكنت عصبيه الصبح صح وصايمين وحاجات كده فطبعا كنت هتخش في العشرينات بقى كمان لو من غير الحاجات بس دي بس هو السيستم بيقرا ان مفيش تجاعيد ممكن يعني افهم بالظبط يعني هي الفكره يعني برضو هي الجزئيه ليها علاقه بحاجتين اولا تحليل الملامح نفسها وظهور الخطوط والترهل اللي ممكن يبقى موجود بعض الشيء في الجلد بالاضافه الى طبعا الميك اب ليه دور كمان في نفس الوقت فكل الحاجات دي طبعا بقدر الامكان السيستم بيحاول يحللها ويانلايز الشكل الظاهري بعد الميك اب كمان which is ان ممكن تلاقي ناس بعد الميك اب ومنهم فنانين كمان مشهورين واحنا حليناهم طلعوا في الاربعينات والخمسينات لا اصل هي الصدفه فانت كمان ان الورق لما جالها مكتوب في القصه في قصه الحكايه ان سيده في الثلاثينات فقلت كلمتها قلت لها 30 ايه قلت لها لا هو اللي بيكتب شايف حضرتك كده طب شفتي بقى اهو طلع كده طلعت علشان انا امبارح كنت بقول لك الحقيقه ايوه صح شفتي صح 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 هنشوف كمان حاجة حلوة تانية بقى ودي هديتنا ليكي بقى حتة ان احنا نوريكي صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد بعد 50 سنة بعد ال 32 لا اهو 32 اهو حاجة عندنا غير أي حاجة اهو ازاي بقى هنقول بقى شكل ثلاثية الأبعاد اللي عامل زي التمثال نقدر ان احنا نقول عليه التاتشز اللي ممكن فعلا نحتاجها سواء دلوقتي أو قدام بحيث ان احنا نحافظ على ملامحنا ونبان مع الوقت كمان احلى واحلى واصغر وعجل التسارع الزمن ما تبقاش عاليه فهنشوفها على فكره انا 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 مش ضد عمليات التحسين او التظبيط صحيح او المحافظه على ال او الفنانه المصريه تقول الكلمتين دول على فكره لا بجد والله العظيم وبعدين ده علم ربنا هو اللي مديهولنا او مديهولكم دي كده عايز اقول لك حاجه يا لوسي صدقي شبه سميره سعيد ايوه في شويه سميره سعيد بصي شفتي لما اتعمل هو بس نفسي مناخيري تصغر طب انا هوريكي حاجه يا لوسي صغيره جدا على فكره مش محتاجه الشكل دلوقتي ده قبل بصي بعد ما هتبتدي انها تعمل عليه التاتشز هتشوفيه دلوقتي هو بيتغير ركزي بصي اليمين بعد بصي على الشمال قبل يمين بعد سواء بالنسبه للانف مش كتير سواء بالنسبه يعني تحت العين هي تاتشز خفيفه جدا لو تلاحظي بعد لو اقول لك انا حابه قبل والله العظيم جدا مع ان انا اقول ايه انا عايزه استقر مناخير بس هي صغيره جدا انا بيتهيالي انها كبيره انت وبعدين لما بشوفها بلاقيها طب انا عاوز اعرف حاجه يا لوسي انت دلوقتي بتقولي انا حابه قبل اكتر رغم احنا عملنا ايه احنا عملنا جزئيه الانف اللي بتقولي عليه عملنا له لحت حاجه بسيطه اللي انت بتقوليه وانت بتبصي في المرايه بتقولي حابه انك انت تعمليها هنا المنطقه دي اتعمل لها رفع وشد شويه هتبصي على الناحيه بصي لما هيبقى التغيير بصي على اليمين هتلاقي الحته دي اترفعت هي حلوه بس انا عامله كده زي اللي بيتكلموا دلوقتي على فكره احنا ما زودناش هنا في الشفايف خالص شايف حاجه واحده لا ما هي بتاعتي شيء لا والله بجد بتاعتي مش عامله فيهم حاجه يعني بس فبقول لك يعني هي الفكره كلها تحت العين كمان لو نلاحظ برضو بس هو ده بنسبه 70% بنسبه 70-75% هو دي ممكن يبقى اقل ممكن يبقى اكتر طبعا طبعا هي الفكره بالنسبه لنا بس لا هي المناخير غيرت ملامحي خالص يعني بقيت كده سميرة سعيد شبه سميرة سعيد جدا وانا بحب شكل سميرة سعيد هي قمر احنا بنحييها وبنحبها طبعا يعني حاجات إيه كلها نشوف بعد 35 سنه 35 سنه تحبي بقى تشوفي عجبتك قوي قوي قوي